السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه محذرا من الغفلة عن ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلنكثر جميعا من ذكر الله، ولن نندم أبدا يوما من حياتنا ولا في آخرتنا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى. قد نندم إذا ذكرنا الناس وشؤون الناس، لكن لن نندم أبدا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى حامدين له شاكرين مسبحين مهللين مكبرين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولقد قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل علاء: هل يوجد 4 ركعات سنة قبلية قبل الجمعة قبل الخطبة؟ الأمر مفتوح في هذا يا علاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم، لا يسمع أنه بين الجمعة التي تليها، إنما غفر له ما تقدم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن يعني تركيزي في الحديث على جزئية صلى ما كتب الله له أن يصلي، أما الأجر وتحديده فلم أضبطه الآن. هل حديث الثقلين صحيح؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأهل بيتي. اللفظ الصحيح في صحيح مسلم: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثابت صحيح. هل تجوز الإقامة في بلاد الغرب إذا كنت تأمن على دينك وتقيم أوامر الله وأوامر رسوله؟ فلا بأس بالإقامة هنالك. حكم عمل المرأة بالمنزل، تقصد خدمة المرأة لزوجها، هذا على سبيل الاستحباب عند جماهير العلماء. هل عمل أي شيء من خوارم المروءة بجهل يخرم المروءة؟ يا أبا عبد الله، خوارم المروءة تختلف، خوارم المروءة تختلف. فمثلا رجل يأتي بجيلاتي كما يقولون وإيس كريم ويمشي في الشارع، رجل وقور كبير يلحس في الشارع، هذا من خوارم المروءة في بلادنا، ما أدري في بلادكم ما العمل. أو مثلا ما رجل مشي يغني في الشارع، اختلفت شيئا ما في الإهانة. لكن أيضا ارتكاب الفواحش من خوارم المروءة، لكنه حرم بالإجماع ارتكاب الفواحش. فيختلف الخارم من شيء إلى شيء. رجل طلق زوجته مرتين وبعدها حلف إيمانا معلقة كثيرة، فما زالت حلال له؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أختار الرأي القائل بأن المطلق طلاقا معلقا يكفر كفارة يمين. فعلى ذلك فالمحسوب عليه التطليقتان اللتان طلقهما. ما تفسير رؤية الميت في اليدين في المنام مقطوع اليدين؟ قلنا المقام ليس مقام تفسير أحلام، لكن هذا يفيد أنه انقطعت أعماله، فبادروا بأعمال صالحة عنهم.
ماذا يفعل من أصابه رذاذ أو قطرات من البول ولا يستطيع أن يغيره؟ إذا كان وقت الصلاة صيادية لا بأس يصلي بها والله المستعان، إذا كان وقت الصلاة فيه فسحة لازمه أن يغير الملابس. هل الأخذ بالأسباب واجب على الإنسان أم التوكل على الله ينفي الأخذ بالأسباب؟ لا يتنافى أبدا، فنحن نتوكل على الله ورسولنا خير المتوكلين على الله صلوات الله وسلامه على النبي محمد. ومع ذلك قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. والله أمرنا فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والله قال أيضا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه يدرك أن الشافي هو الله ويعلم ذلك تمام العلم، لأنه قال: تداووا عباد الله الحديث. يقول: حلمت أني أسارع. الأحلام لن نتوسع في الإجابة عليها هنا، لأن المقام مقام فتاوى ليس مقام تفسير أحلام. هل تجوز العمرة بالتقسيط؟ إجمالا تجوز، لكن تفصيلا يلزم النظر في صفة العقد. تقدم شاب لخطبتها وجلس معها في الرؤية الشرعية، ثم طلب إعادة الرؤية مرة أخرى بحجة أنه كان محرجا ولم يستطع أن يتحقق من الرؤية، مع العلم أنه موافق على خطبتي على أي حال. اسمحي له يا سماء، أحرى أن يؤدم بينكما. يقول: العمرة لو لبست الخاتم، لو لبست حذاء جلد وأنا ذاهب للعمرة، لا بأس بكل ذلك، والحذاء لا يغطي الكعبين. بيع الزيت بالزيتون أجبناك فيه بالأمس أنه لا تشترط فيه المماثلة، بارك الله فيك، هذا عصر دخلت فيه أيدي بني آدم. هل كفارة اليمين للطلاق المعلق يلزم أن تخرج طعام أو فلوس؟ شأنها شأن كفارات الأيمان الأخرى، والله قال في شأن كفارات الأيمان: فكفارة إطعام 10 مساكين. قال الجمهور من أهل العلم في هذا الصدد: كفرته إطعام، قال الله إطعام فيلزم الإطعام، قال الله 10 مساكين يلزم إطعام 10، ولا يجزئ أن تعطي واحدا 10 وجبات. نظرت منال: طعاما للمساكين والفقراء لحمي بكل ما في البيت من مال، عندما يسدد زوجها الدين عامل الجمعية وتركها عند أخيه، فهل تدخل في النذر وقد سدد زوجها؟ على حسب نيتها يا أختي منال، هل كانت تقصد في البيت أم تقصد كل ما يملكونه حتى خارج البيت؟ على حسب نيتها في هذا. تسويق سلع عبر الإنترنت دون امتلاكها، أنت تأخذ عملة التوصيل فقط لا بأس، وأنت أيضا لست بملزم للمشتري أن يشتريها. فصحت حديث المرأة التي كانت تصوم الليل وتصوم النهار وتقوم الليل، وأنها تؤذي جيرانها أو لا تؤذي جيرانها، كل هذا ضعيف. السبيل الصلبية: اتصل بالهاتف، الهاتف مفتوح ورقمي ليس بخفي على أحد، 0000533383، ولكن إن تعذر الاتصال للانشغالات رسالة. أمي ترفض لي الزواج من بنت أريدها، لا يوجد رفض شرعي أو ديني، ماذا أفعل؟ ما السبب في رفض أمك؟ نسمعه، وإن أبدت سببا وجيها قبل قولها، وإن أبدت سببا لا يقره الشرع ولا يقبل قولها. هل يجوز الذهاب إلى صلاة الجمعة في مسجد يقوم بالدفاع عن نظام بقتل الأطفال والأبرياء؟ صلاة الجمعة جائزة. هل يقع الطلاق في حالة العصبية؟ وهل يجب دفع كفارة أو قطع فتوى؟ مش قطع فتوى. الطلاق في إذا خرجت بالعصبية عن يعني فقدت التحكم في نفسك، فقدت التحكم في نفسك وأصبحت تهذي وتهجر وتهجر تتكلم بهجر من القول، لا يقع طلاقك، لكن كنت تملك أمر نفسك مع عصبيتك فطلاقك واقع. هل الدعاء المستجاب وقت المطر؟ الحديث بذلك ضعيف. ذبح بقر عقيقة لولدين لا بأس بذلك. ماذا لو تزوجت بفتاة عرفتها عبر الفيسبوك وأريد الإصلاح وفي الطريق الصح يحبه؟ والله إن خلاص قدر الله وكانت امرأة صالحة فتزوجها، لم تكن صالحة فابتعد عنها. الشيخ إبراهيم رفعت مزايا، أين سؤاله؟ هل النبي صلى الله عليه
شخص طلق امرأته وهو يقول إنه لم يطلق، هل يقع الطلاق؟ القول قول الرجل إلا إذا أتت المرأة بشهود أو قرائن تدل على أنه طلقها. سفيان التزرلالي يسأل أو يطلب ويذكر بنصيحة بالزواج المبكر. إذا كنت تملك أداة الزواج أيها الشاب فبادر بالزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد قبل الكليم موسى عليه السلام أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة فرجه، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة عليه السلام تقبره ب15 عاما على ما قاله عدد من العلماء وكان ثيبا. يسأل عن حقيقة الشيخ إبراهيم وفقه الله قصة رفع صوت زوجة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ما أدري ما القصة التي تذكرها، لكن عندنا في سبب نزول قول الله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، والحديث الطويل هنالك. قال عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فأتينا المدينة فوجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا يتعلمنا من نسائهم، فكلمت زوجتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت عليها: كيف تراجعني؟ قالت: وكيف لا أراجعك وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. الحديث هذا ثابت في البخاري. حلفت على شخص ألا أشتري منه شيئا وفتح في نفس مكاني شخص آخر، هل يجوز أن أشتري من الشخص الآخر؟ نعم يجوز. ما حكم الجنسية في بلد نعيش فيه في بلاد الغرب؟ النظر إلى توابع هذه الجنسية، توابع هذه الجنسية هو الذي يحكمنا. هل يجوز بيع الذهب في المحلات؟ ما المانع؟ هل يجوز التيمم بدل الوضوء آخر وقت الصلاة المكتوبة خشية دخول الوقت الآخر؟ إذا كان الماء موجودا يا عنبة فلا يجوز التيمم، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، والماء موجود. امرأة أمه غضبت منه ولم ترد عليه السلام لأنه وقف مع زوجته في الحق أمام أمه ولم يظلمها، مع العلم أنه جاء على زوجته كثيرا من أجل أمه. أعلي ابن رزق، عليك أن تكون مع الحق لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، تعالج الأمور، لا تحيد عن الحق ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة تعالج الأمور، وكن سائسا موفقا مستعينا بالله. هل الطلاق كفارة؟ الطلاق ليست له كفارة، إذا قال أنت طالق ليست له كفارة، إنما محسوبة تطليقة. إني على نذر وما علي نذر وما وفيته، ويقول حرام إذا ما وفيته، هل صحيح؟ نعم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر القرون الشريرة فقال في شأنهم: ينذرون ولا يفون، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين لنهم ثم الذين لنهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون. الحديث يقول: رأيكم فتوى جعل دية المرأة مثل دية الرجل، كون المرأة معيلة في زماننا للعائلة من خلال عملها؟ لا نستطيع أن نخالف إجماعات العلماء، بارك الله فيك. حكم النام وتأخر عن صلاة الصبح حتى أذن الظهر. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال ذاك رجل: بل الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. توفيت أخت لي، هل ترث بعد وفاة أبي؟ ولمن يسلم الورث؟ لأن أولاد أختي قصر. توفيت أختي، هل أخت لي هل ترث بعد وفاة أبي؟ لا.
أنت تحجبه إذا كنت رجلا أو لها إخوة رجال، الرجال يحجبونها، الرجال يحجبون الأبناء، يحجبون أبناء الأخت. أعني أن الوصية الواجبة التي يفعلها الناس أن أبناء الأبناء يأخذون تركة أبيهم الذي مات قبل جدهم أو تركة أمهم التي ماتت قبل جدهم، هذا ليس عليه مستند. بعض الثمار تحتوي على الكحول في ذاتها، ولكن لو أكل قليلها وكثيرها لم يسكر. الثمار ليست خمرا يا موفق، الثمار ليست خمرا، بارك الله فيك. ما حكم تسويق الإلكتروني أنك تقوم بالتشهير لسلعة ليست ملكك وتأخذ عمولة؟ العمولة لا بأس بها، بارك الله فيك يا أخت رقية. ما حكم، عفوا، يذكركم أخوكم بقراءة أواخر سورة البقرة وصدق في تذكيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، هل يجوز المرأة أن تعمل لكي تكون لها مالية خاصة وتنزع هذا الطعم من زوجها؟ يعني هي تعمل لكي تنزع هذا الطعم؟ السؤال إيه؟ بارك الله فيك، حدد السؤال. يجوز المرأة أن تعمل بالضوابط الشرعية المعروفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أيمن. هل الاغتسال يعفي من الوضوء أم نغتسل ونتوضأ؟ لا يكفيك أن تغتسل، يكفيك أن تغتسل عن الوضوء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل عفوا، كيف تدفع الفتاة حب شخص من قلبها وصل إلى حد العشق؟ تستعين بالله أولا لصرف هذا عنها، وتمحو رقمه من الهاتف، ويا ليتها تنتقل بعيدا عن المكان الذي هو منه. وإذا لم تكن تزوجت وأتاها الخطاب فتبادر بالزواج، مستعينة بالله. البوظة إذا لم تكن مسكرة فهي حلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد العزيز عمر، عليك السلام. هل يشترط للعقيقة ما يشترط للأضحية؟ تلك مسألة اجتهادات بين العلماء، ولا أعلم فيها نصا خاصا، وأختار التوسعة في هذا الباب، بمعنى أنه لا يلزم اشتراط شروط الأضحية في العقيقة، والله أعلم. ذبحت اثنين من الماعز بدل الخروفين في العقيقة، كل ذلك مجزي، لأن كلمة الشاه تطلق على الكبش والناجة والجدي والعنز. هل تجوز الصلاة بعد شخص مدخن؟ الصلاة جائزة وغيره أولى في الإمامة. رجل اشترى عقار بمليون، وكل شهر دخل الإيجار بعد خصم التكاليف 5000 جنيه، كيف تحتسب الزكاة؟ ليس عليه زكاة، العقار المؤجر ليس عليه زكاة. ما الرأي في الناس يصورون في بيوت مأجورة الجن؟ هل الجن يرى؟ لا يرى، فيضحكون على الناس بهذا الكلام، فإن الله قال: إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. التفصيل في خلق آدم على صورة الرحمن، اللفظة التي فيها إن الله خلق آدم على صورته ثابتة، لكن اللفظة التي فيها إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لا تثبت، ومن ثم اختلف التأويل في تأويل قوله وصورته على صورته. لفظة خلق الله آدم على صورة الرحمن لا تصح، لفظة شاذة منكرة. هل تقضى أذكار الصباح والمساء إذا فات وقتها؟ نعم تقضى، الله قال في كتابه الكريم: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فالذي فاته ورده من النهار فليقله ليلا، الذي فاته ورده ليلا فليقله نهارا. يسأل عن معنى تابعات الجنسية، يعني أحيانا من توابع الجنسية أنهم يلزمونك أن تقاتل المسلمين، أنا من تبعات الجنسية أنهم يأخذون ابنتك منك، لهم يعني أن تعرف بالضوابط مني، الكلام فيها واسع. هل جوزة الطيب حرام؟ ما عندنا نص يفيد أن جوزة الطيب حرام، فالبناء على هل هي مسكرة أو ليست مسكرة، ما علمتها مسكرة. نهرت الأطفال أثناء خطبة الجمعة لأن كانوا يتحدثون بصوت عالي، هل لغوت؟ نرجو الله أن تكون لم تلغوا، لأنك دفعت مفسدة أعظم. هنا تتأتى مسألة، وهي
من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. طيب إذا وجد من يفسد على الإمام خطبته، يفسد على الإمام خطبته، هل نتركهم يفسدون الخطبة أو واحد يتطوع لدرء مفسدة أعظم؟ فتطوع لدرء مفسدة أعظم بلا ريب أولى. امرأة تحبني فكيف أدفع حبها عني؟ تعوذ بالله من شرها، أو تقدم للزواج بها إذا كان يليق بك أن تتزوج مثلها من الصالحات إذا كانت صالحة. ما حكم المرأة عملت الفحشة ثم حملت، هل يجوز لها أن تقتل الطفل؟ إذا نفخت فيها الروح لا يجوز أبدا أن تقتله. أما إذا لم تكن روح نفخت ففي هذه الحال هناك بعض الفسحة والله أعلم. هل صحيح أن من الممكن أن يكون أحدا معه خدم من الجن يساعدونه في العلاج؟ هذا شأن الدجاجيلة يا عبد الرحمن بن رجب، وإلا رسولنا كان هناك جن يؤمنون به ويصدقونه فيما أرسل به، ومع ذلك لم يكن له صديق من الجن يتعامل معه عليه الصلاة والسلام، مع أن الجن آمنوا به وأحبوا رسول الله. قال قائلهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومع ذلك لم يتخذ النبي جنا يحاربون معه ولا يبحثون معه عن المفقود ولا يحفرون معه الخندق إلى غير ذلك. حكم تأخير إخراج الزكاة حتى دار الحول الثاني، تأثم إذا لم يكن لك عذر. لماذا نقول صح الألباني مع أنه يوجد مصححون متقدمون؟ هذا حد علم القائل بارك الله فيك. هل لي طلاق عدة إذا لم يختلي به؟ عدة طلاق إذا لا، المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. امرأة لديها مشكلة في الإنجاب وزوجها أراد الزواج من أخرى في نفس البيت، في نفس بيت الأولى، زوجها أراد الزواج من أخرى في نفس بيت الأولى ومع ذهب الأولى من قبل، فهل يردها جرامات أم قيمة الذهب؟ ردها أخذ ذهب جرامات يرد جرامات. هل تأثم إذا طلبت الطلاق؟ لا تأثم إذا طلبت الطلاق، لا تأثم إذا طلبت الطلاق، لكن الصلح خير. وبالنسبة لكتاب فلان ما أعرف كتاب فلان، إنما أعرف الحديث، فزيادة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ضعيفة ضعيفة ضعيفة. في أوقات كثيرة أخلع الحجاب، هل هناك كفارة؟ استغفر الله والبس الحجاب واتق الله، وإن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل إن قرأت القرآن دون أحكام ومدودة هل عليها أجر؟ أنت مأجور لكن لست بمأجور كالذي التزم قواعد التجويد. خطبت فتاة فقال لن تصلي الصلاة في وقت الحيض، خطبت فتاة فقال لي تصلي الصلاة في وقت الحيض، أنها لم تعلم الكثير عن هذا الموضوع، محتشمة جدا من والدها وأقاربها. كيف محتشمة جدا من والدها وأقاربها لكنها جاهلة جدا لأنها تصلي في أثناء حيضتها؟ انظر إليها إجمالا، إذا كانت قابلة للتعليم وصالحة علمها وفهمها، لكن كانت مصرة على أن تصلي الصلاة في وقت الحيض فهي خارجية، هذا فكر الخوارج. عندنا بعض المحاضرات ليست مهمة لا أحضرها، ولكن أجعل أحدهم يسجل غيابي عذرا لا أستطيع أن أفتي بالتزوير بارك الله فيك. يقول الله يسدد ديننا وديونك بالله بارك الله فيك يا طه. والده توفي وبعد وفاتي علمت أنه قد كتب لي محلا في اسمي علما أنني قد عملت معه مدة من السنين بدون مقابل. المحل لك إذا كنت عملت بدون مقابل. يقول أنا مصري، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن أربعة إخوة وعندنا سيارتان أجرة، أنا وأخي شغالين في دولة عربية، السؤال هل في زكاة
على الفلوس التي نبعتها إلى مصر، والفي زكاة على السيارات أو على فلوس المكسب. أما السيارات الأجرة ليس عليها زكاة، أما الفلوس التي ترسلها إلى مصر فإذا اجتمعت معكم مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى. حور العين يسأل يقول أو تسأل تقول، مش أدري، ليس هناك سؤال، بارك الله فيك. هل لبس الخاتم للرجال في اليمنى سنة؟ لا بأس، لكن الأصح منه لبس الخاتم في اليسرى، هذا الذي ثبتت به الأدلة. نعم قد وردت روايات بلبس الخاتم في اليمنى، لكن أكثر الروايات على أن الخاتم للرجال يلبس في اليسرى. ومن هنا أنطلق إلى شيء، أن بعض إخواننا المتسننين يلبسون الساعة في اليد اليمنى ويقولون أنها زينة واليمنى حق بالزينة، فقل ليس الأمر بها بمطرد كما قلتم، وإلا فالأصح في لبس خاتم النبي أنه كان في يده اليسرى. وإذا قال قائل أضع الساعة في اليسرى حتى أشتغل باليمنى فله وجه أيضا. هل يوجد كتاب في أسباب النزول دعوي يصلح أن يكون دروسا للناس؟ ممكن أن تشرحه كتاب شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمة الله تعالى عليه، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول. وثم كتاب بصدد الإصدار لكن جمع الصحيح الضعيف، ما أدري إلى أين انتهى صاحبه، محمد ابن الملوم حفظه الله تعالى، أخونا في الله. يقول كم النصاب؟ النصاب إذا بنيت على نصاب الذهب فما قيمته 97.2 جرام من عيار 21، إذا بنيت على نصاب الفضة فما قيمته 598 جراما من الفضة، أي 600 جرام من الفضة تقريبا. الآن فعل الفقير، والأفضل لك في دينك أن تبني على نصاب الفضة، فابحث عن جرام الفضة بكم واضرب في 600 يكون هذا النصاب. لماذا يبتلى المرء بحب شخص ويشقى بهذا الحب؟ لأنك ما اقتصدت في محبتك، ولو اقتصدت ما نالك هذا الذي قد نالك. فاجعل حب الله وحب رسوله أكبر من حب أي شخص كائن ما كان. يقول هل يجوز أعطي لابني مبلغ يشغلهم لي ويعطيني مبلغ ثابت كل شهر؟ لا، يعطيك مبلغ ثابت تحت الحساب شهريا، تحت الحساب شهريا. وبعد السال في آخر العام يصفي لك، تأخذ عليك تدفع أو يقسم إلا إذا تراضيتم على شيء في النهاية. يقول ما حكم أن يتوسط لرجل قريبي للزواج من الزوجة الثانية؟ الله قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ما الرأي في جماعة التبليغ والدعوة؟ أنصحك بأن لا تنتظم مع أي جماعة، تأخى مع أهل الإسلام كلهم، بارك الله فيك، وتعلم دينك تعلما جيدا، والذي تتعلمه علمه الناس بالطريقة التي كان الرسول يعلم بها الناس. يشوع يقول قلتم لا تستطيعون أن تحرموا ما يحدث الآن من الاجتماع للتعزية، ولكن ماذا؟ ولكن الأمر أصبح فيه مبالغة، وأحيانا تكون إهانة للقرآن. أما هذا القرآن فلا أوافقك على أنهم يهينون القرآن بذلك، لا أوافقك، ثم لا أوافقك وأنصحك من الغلو في مثل هذا. وتقول لماذا لا تحرم؟ ما النص الذي يحرم؟ أنا متابع للنص، حفظك الله. يقول رجل حلف طلاق على زوجتي ما تستخدم التليفون الجلاكسي في المواقع الاجتماعية، وبعد فترة سافر الزوج إلى دولة مجاورة، هل يجوز تستخدم التليفون للجلاكسي للمواصلة معها عبر التواصل الاجتماعي؟ اتصال قال تستأذنه ويكفر كفارة أمين، وأرجع عن كلامه. من فعل ذلك أثناء الحيض فأثم إن كان عالما، وعليه أن يعمل عملا صالحا، لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. أما الحديث الوارد فإنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو بثلث دينار، فكل ذلك غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خطبت زوجات الرسول بالفعل يقنت بدلا عاد على جنس النساء؟
ما حكم البقاء مع زوجي تحت سقف واحد لا حديث ولا جماع مع العلم عندنا أولاد؟ ما السبب؟ اسألي عن السبب، وإلا فهذا ليس من المعاشرة بالمعروف، والله يقول عاشرهن بمعروف بالمعروف، ويقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هل في الإسلام ما يسمى بالروحاني؟ لا أعلم شيئا من هذا الروحاني، وماذا تقصد بالروحاني؟ يسأل جامعتي تبعد عن المنزل أكثر من 65 كيلو، وبعد ذهب السؤال. الشاهد يسأل هل يقصر الصلاة في 65 كيلو أو لا يقصر الصلاة؟ تلك مسألة عرفية مردها إلى العرف، إن كنتم تسمون 65 كيلو في بلادكم سفر فهي سفر، وإن لم تكونوا تطلقون عليها سفر فليست بسفر. سمعت من حد ينفع أذكر ربنا بصوت عالي في الحمام، وكمان ينفع الصلاة إن كنت مضطر في الحمام كمان. اسألوا أسئلة عاقلة معشر الإخوة. هل يجب تنظيف الإناء الذي ولغ به الكلب بالتراب؟ أين الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعفروا الثامنة بالتراب أو وحدهن بالتراب؟ ذكر التراب تفرد به محمد بن سيرين من بين أصحاب أبي هريرة، وهم كم هائل كم هائل لم يذكروا التراب. فمن العلماء من يشير إلى تفرد ابن سيرين، أن عشرات الرواة رووا عن ابن أبي هريرة بدونه، أو عدد كبير من الرواة رووا عن أبي هريرة بدون التراب، وابن سيرين الذي خلفهم وزاد التراب، فتلك محل بحث ونظر. هل ثبتت قراءة الرقية على ماء ويشرب؟ لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على الماء ويسقي الناس، ما ورد في أي حديث علمته شيء من ذلك. أما أقوال بعض المتأخرين فبالجواز، يعني من المتأخرين، أما الأولون ما علمت أن صحابيا كان يقرأ على ماء ويسقي الناس. وللأسف إن في بعض الدول ناس يأتي بخزان كبير ماء ويذهب يقرأ عليه سورة قل الله أحد، ويبيع الماء، يقول المقروء عليه أبيعه، أبيع الجيركن أو الدلو بخمسة ريال بعشر ريال، وغير المقروء عليه أبيعه بخمسة ريال. كل أكل أموال الناس بالباطل. ذنوب كثيرة أرجع وأتوب وأرجع، استمر في التوبة إلى الله ورجوع إلى الله تعالى. مختار ابن علي سؤالك وفقك الله، أعده إن شاء الله نجيبك عليه. يقول الأخ عمر بن خالد هنا القرآن بأن يتغنى به بالمقامات. لا نستطيع أن نحرم يا عمر، ولا تتكلف ولا تؤثم نفسك بتحريم شيء ليس عندك بتحريمه مستند. هل صح حديث دعوات المكروب؟ ذكر به حديث أول ما خلق الله نور نبيك جابر، حكم عليه عدد من العلماء بالوضع. لا تحاججني بالشيوخ بارك الله فيك سيد الشربيني، حاججني بقال الله قال رسوله. أنت من دعاة التقليد أو ماذا؟ فضلا عن ثبوت الكلام إلى من نسبت إليه، فإنك نسبت إلى عالم فاضل، لكن الحجة دائما في قول الله وقول رسوله، ثم الصحابة أفضل ممن بعدهم يقينا، ولا أدري ثبت الكلام عنه أم لم يثبت. ترفض أمي الزواج من بنت أريدها لأنها سبق لها الزواج. أمك اختارت لك البكرة يا أحمد، فاختيار أمك إن شاء الله فيه خير، فيعني أطع أمك في هذا الصدد، لا تحزنها بارك الله فيك، لأنها أوفق. إن الرسول عليه السلام قال هلا بكرا تلاعبها تلاعبك. ماذا يفعل الزوج إذا وجد زوجته تتصل بالمشعوذين وتتصل برجال أجانب قصد إرشادهم للشعوذة، والتي ينهاها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الآية؟ هل أصوم عن وليد الميت وكان مريض مرضا ليرجى برؤه؟ إن تواصل المرض بأبيك حتى مات ولم يشفى زمن يستطيع فيه القضاء، لا تلزم بالقضاء. حديث الجمع في المطر ضعيف الإسناد، ولكن قال بمقتضى عدد من العلماء، وقالوا أيضا نضم إليه
أثر ابن عباس أو حديث ابن عباس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا متر ولا سفر. قيل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. أيهما أفضل النزول على الأيدي أم الركبتين؟ الأحاديث التي وردت في الباب كلها ضعيفة، سواء النزول باليدين أو النزول بالركبتين. وأخذ جمهور العلماء برأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. هل ثبت عن سيدنا أبي هريرة أنه قال زاحم الإمام في قراءة الفاتحة؟ ورد نحوه عن أبي هريرة ولكنه مخالف من الجماهير. هل الشيطان يبول في فم المتثائب؟ الوارد أن النبي قال هذا رجل، بل الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. ما حكم امرأة لم تستطع لبس النقاب بسبب مشكلة في التنفس رغم التزامها؟ إذا كانت مريضة ومحتاجة للخروج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن نسوة كثيرات يدعين كذبا أنهن مخنوقات من النقاب وتتعلل بأية علة لنزع الفضيلة عن وجهها. هل ينفع أن يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا في الجمعة؟ على حسب حاجة الناس. شربيني، هل صح حديث في وضع اليدين فوق السرة؟ لم يصح أي خبر في موضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم صح وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن أين؟ هل عند النحر، على الصدر، على البطن، على اليمين، على الشمال؟ كل هذا لم يصح. المتأخرون أخذوا بكلام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتابه صفة صلاة النبي، وقالوا على الصدر، ورواية على الصدر ضعيفة وشاذة. إذا ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بصلي فماذا أفعل؟ لك أن تصلي عليه ولك أن تسكت. ما حكم الزوج الذي يقول لزوجته أنت طالق لأبيها؟ هذا يقع تطليق. إذا قال الرجل لوالد البنت ابنتك طالق فهي تطليقة والطلاق واقع. ما حكم من حلف بالطلاق بأن تحرم عليه زوجتك أمي وأختي؟ ماذا قال يا نعمان؟ يا كفارة ظهار الآن، لكن إذا قال أنت طالق وحرام عليك أمي وأختي فهنا كفارة، هنا تطليقة عفوا وكفارة ظهار. فحدد السؤال. حكما يقول إن الدين لا يصلح للحكم، هذا شخص أثيم جاهل مجرم، ولو اعتقد ذلك اعتقادا جازما يكفر، بأن يكفر الذي يقول أن الدين لا يصلح للحكم، لكن هو جاهل، وهذا ظني أنه جاهل لا يفقه. ذبحت، إذن أين توضع اليدين في الصلاة؟ في أي مكان، يعني إذا وضعت اليد هنا على الصدر، على البطن، على الجانب، على أي مكان. ما في نص عندنا ملزم أن نضع اليد في مكان معين في الصلاة، يعني ما هناك نص صحيح. حديث وائل ابن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة زيدت زيادة شاذة في بعض الطرق على صدري وزيادة شاذة. وكذلك مرسل طاووس بن كيسان في هذا الصدد ضعيف أيضا ولا يثبت أي خبر، وأقل القائلين من العلماء، أقل العلماء على أنها توضع على الصدر أقلهم. ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟ ما حكم الطلاق في حالة الغضب من الزوجين والحث؟ مش فاهم السؤال. ما حكم الطلاق في حالة غضب من الزوجين وألحت الزوجة في الطلب واضطر الزوج قول لفظ الطلاق لتجنب حدوث مشاكل؟ حصلت المشكلة خلاص، يا أبو آلاء زوجتك طلقت، راجع إن أردت، إن كانت هي الأولى أو الثانية، إن كانت الأخيرة عوض الله عليك. رجل قال لزوجته صراحة أنت طالق، وبعدها قال لم أنه الطلاق. الكلمة بنفسها دل على الطلاق والطلاق واقع. علي زكاة مال وما معي فلوس،
هل أدفع عميني مع بعض؟ تكون في الذمة إذا لم يكن معك مال. ما الرأي في دراسة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية؟ لك نيتك، لك نيتك. كيفية الصف في الصلاة؟ هل بالأرجل جنبا إلى جنب وهذا فيه مضايقة؟ قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم تنظيم النسل لفترة معينة؟ إذا كنت حتى تتم الرضاعة تفعلين ذلك، حتى تتمين الرضاعة لك ذلك، فالله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كيفية رفع الإصبع في التشهد هكذا؟ هل يجوز لي أن أقطع رحم أناس آذوني لأبعد حد؟ ابتعد عنهم إلى أن تستريح شيئا ما، وصلهم بالهاتف، لا يلزم أن تتداخل المسائل تداخلا كبيرا، أعطيهم حق الإسلام وحق الرحم فقط وإن أذوك. رجل حلف بالطلاق على أن لا يفعل شيئا وفعله وكان قاصد الطلاق، كان قاصد الطلاق سأجيبه برأي الجمهور ليس برأيي، محسوب عليك تطليقه. هل صح حديث في النهي عن الحجامة في أيام معينة كالسبت والأربعاء؟ لا يصح. يقول حكم تحريكه في التشهد، تحريك الإصبع في التشهد رواية شاذة يا أخي الكريم، الرواية شاذة يا هشام، الرواية شاذة يا هشام، الرواية شاذة يا هشام، لفظة يحركها شاذة، يعني 16 راويا لم يذكروها. الحديث حديث وائل بن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في التشهد، 16 راويا رواه بهذا اللفظ، واحد قال يحركها وهو شاذ اسمه زائدة، وزائدة زاد زيادة ضعيفة. شخص يصوم يوم السبت دائما بسبب أنه يوم إجازة، لا مانع من ذلك، ولا حديث التي وردت في صوم يوم السبت كما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي هو لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله يوما بعده، فإذا صمت يوما بعده هو الجمعة. مخالف لحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ستوافق السبت حتما. مخالف لحديث النبي الوارد في الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه بالمواصلة ستأتي السبت. مخالف لحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، فلذلك قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وقال أبو داود مضطرب، قال النسائي منسوخ، قال الزهري رحمه الله حديث ضعيف. وأيضا في هذا الصدد قال مالك حديث كذب، والعلماء مطبقون على أن أصول الشريعة تخالفه. قولت علي الطلاق وهو يقصد، خلاص أنا أخبرتك، أنا ما يعني أبني على غالب ما يكون من أحوال الناس، أن الغالب من أحوال الناس أنهم يقولون علي الطلاق ويقصدون التهديد، يقصدون التهديد أو الكذب. في السوق يقول علي الطلاق الجاموسة بعشرين بألفين جنيه، وهي لا تساوي، كله كذب، لا يقصد الطلاق، هذا فيما بدا لي من أحوال الناس. فوفتي بالعموم، بعموم ما يفهم من أحوال الناس، بارك الله فيك. أما من تشدد أفتيته برأي الجمهور. أحمد طاهر يسأل، عفوا أين ذهب سؤال أحمد طاهر، هل يجوز توزيع الميراث قبل وفاة الوالد حتى لا يأكل الأولاد حقوق بعض؟ احفظ الأوراق مع شخص أمين طيب، قد يموت أحدهم قبلك. حكم بيع وشراء وهداء حلوى المولد، لا بأس بذلك. هل التلقين للميت عند القبر جائز؟ ذاك الوارد فيه ضعيف جدا، يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويقولان لك
من ربك؟ فقل لهم ربي الله. الحديث إلى آخره ضعيف جدا. أنبه كثيرا على أصحاب الكراسي أن الأرجل الخلفية تكون في الصف لأنها تقوم مقام المصلي. القول يصلي أنت متعنت وليس لهذا فائدة. أنت تنبه كثيرا، بأي دليل تنبه؟ الآن هو إذا وقف سيكون متقدم عن الصف كله، إذا أنت تقول الرجلين الخلفية الكرسي تكون بمحاذاة الصف. طيب إذا هو قام الآن وهو قائم كل الناس خلفه والإمام وإمامهم، فرأيك أظنه شاذ. رفع اليدين في الدعاء شيء مستحب، شيء مستحب. رفع النبي دعا يديه يوم بدر حتى رؤي بياض إبطيه. هل تعتبر تطليقة إن كتب شخص في مواقع التواصل الاجتماعي لزوجته أن تطالق؟ إن كتب ذلك الطلاق واقع. هل يجوز للمرأة الحائض دخول المقابر؟ لا مانع، تقصد لزيارتها. لا. هل تأثم إذا غلبها قلبها وذهبت لترى من ابتليت بحبه بين حين وآخر؟ متزوجة ولا يا أختي نادى؟ إذا كانت متزوجة أثمة بلا شك، لأن القلب لا تؤاخذ عليك، العمل تؤاخذ عليه، العمل تؤاخذ عليه. فإذا ذهبت لرؤية شخص وهي متزوجة تأثم، وكذلك إذا ذهبت من باب العبث تأثم أيضا، تأثم أيضا لذلك. إما إذا قالت مثلا وقع في قلبها حب رجل فقالت لأبيها أو لوليها يا أبي زوجني فلان، يجوز للرجل أن يعرض موليته على الرجل الصالح. أما أنها تذهب تقابل الرجال تأثم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص أخبرتك أنه لا يجوز أيضا أن تذهب فتاة إلى شاب تقابله لأنها تحبه، لا يجوز ذلك. تكلم أولياء في الموضوع وتبتعد عن موطن الفتنة. الذي تعلمناه في ديننا أن من أعظم المخارج من الفتنة بعد تقوى الله البعد عن مواطنها، البعد عن مواطنها. ولذلك ننصح شخص ابتلي بحب موظفة زميلة له في العمل يحول ينتقل لمكان آخر، يترك العمل. وهكذا عموما الرجل الذي قتل 100 نفس نصح بالانتقال من بلدته. حكم تقبيل المصحف، ورد من طريق عبيد الله بن أبي مليكة أو عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل وفي السند انقطاع، أنه كان يأخذ المصحف يضعه بين جبينه ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. إذا رفضت المرأة بعد زواج زوجها أن يلمسها مع استمرار الزواج، هل الزوج آثم إذا صار ينام عند زوجته الثانية؟ هو لا يأثم لكن يسدد ويقارب ويراعي المشاعر أيضا. قد تقول هذا في وقت غاضبة حزينة منه فلا يأخذها فرصة ويهجرها. ماذا في وقوف الحائض في غسل أمها؟ لا مانع. حكم الدخول في مجال الآثار، ماذا ستصنع؟ تأتي بعفاريت تستخرجون الآثار أو ماذا؟ الدجل لا يحبه الله. رجل يعمل عند رجل وقد رأيته يسرق، أخبر صاحب العمل، انصح إذا استمر على السرقة انصحه، انصحه أن يرد المسروق وإلا بلغ عنه، تنقذه في آخرته وتنقذ صاحب المال في دنياه. يجوز تقبيل المصحف لا مانع من ذلك. ما القول في من ينحرف عن القبلة قليلا عن علم؟ قليلا يعني عن علم، يعني تعمد يصلي خلاف القبلة ولا إيه؟ بس لا تتعنت في السؤال. إذا كان درجة درجتين ويتأول، فليس الوضع بالضبط درجة درجتين. على عهد الرسول ما كانش هناك بوصلة وكان أمر بالتقريب. فإذا قلت درجة درجتين عن عمد لعله يرى أن الدرجة الدرجتين لا تؤثر. رجل تكلم مع أبيه أنه يريد أن يطلق زوجته ويفارقها، وأبوه قال له استهدي بالله، يقع طلاقا؟ لا يقع. هناك سنة نفعلها عند نزول المطر، الدعاء اللهم صيبا نافعا. ورد حديث في سنده ضعف أن النبي كان يحسر عن ذراعيه ويبلها بالماء ويقول إنه حديث عهد بربه.
أن يكون وسيط بين ما من معه قطعة أثار وبين من سيشتري ليخرج له مبلغ. ما هذا النوع من الآثار؟ ذهبا يجوز بيع الذهب، لكن ما أعرف قوانين الدول في هذه المسائل. أنا أعرف الأحكام الشرعية في الباب، لكن قوانين الدولة أسأل عنها غيري. النبي قال وفي الركاز الخمس، إذا الركاز دفن الجاهلية، إذا وجدت كنزا مدفون من أهل الجاهلية خمسه أخرجه صدقة، والباقي أو خمسه أخرجه صدقة والباقي انتفع به. أما قوانين الدول راجحة لا أعلمها. كيف أغض بصري؟ اقفل العينين وتزوج. غض البصر ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعمة وقدرتك على أن تغمض. رأيكم في بعض الدكاترة لا يصح حديث في بعض البلدان سواء مكة والمدينة؟ لا، كيف ذلك؟ كلام غلط، لأن النبي ثبت عنه أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمنينا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمنينا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمنينا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يطلع قرن الشيطان. ثبت تدت حديث في فضل بعض البلاد. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أليست فضيلة؟ من يجار بالمعصية وينشر الفسق بين الناس هل نجوز الإنكار علنية؟ نعم يجوز الإنكار، هو جهر بالمعصية فننكر عليه. من هو قطب الزمان؟ ما الزمان أقطاب؟ ما أعرفش قطب الزمان. حرك يا عبد الرحمن الأسئلة الله يغفر لك. والد حلف على ابني بالطلاق على الجلوس معه في البيت إلا بعد تخفيف لحيته، ولا يستطيع أن يعيش خارج البيت، تخفيف شيئا ما. ما أسئلتك يا رباب؟ ما نعرف سؤالك. صحة حديث توسل الأعمى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، لكن في بعض الألفاظ التي فيها شذوذ في المتن. القول الفصل في ختان البنات، ظني أن ذلك يرجع إلى الطبيبة المسلمة تحدد احتياجة البنت من أما الأدلة فتجوز، لكن ليس على الإيجاب والله أعلم. ثبت حديث دعوات المقربة اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، له طريق حسنه بها بعض العلماء. هل شراء الأعضاء لدي مبلغ 80,000 ريال رفع بغرض بناء بيت هل عليه زكاة؟ عليه زكاة إذا حل عليه الحول، مرت عليه سنة. حكم تعلم الإنجليزية للعمل بها لا بأس. طليقها يتنصل من النفقة، وقل شرعا لا يجب عليه طالما البنات في حضانته ويرفضون العيش معه. كلام غلط بلا ريب، ولا لأن الأم أحق بهم ما لم تنكح. هل يجوز عزم النية؟ حكم تعلم الإنجليزية العمل بها لا بأس بذلك. له طرق يحسن بها، له طرق يحسن بها، حديث قراءة المعوذتين في الصباح والمساء. نوع في الأسئلة حتى لا يغضب منك الناس يا عبد الرحمن. هل يجوز تمني الموت؟ زوجتي تطلب مني حلق اللحية. يا سلام، يا مش عارف أنا بالغايب. ماذا يريد منك رسول الله؟ الرسول قال قص الشارب وأوفي اللح، وزوجتك قالت احلق اللحية. تتبع من؟ تتبع من يغفر الله لك؟ طلب. هل ماشية المعلوف عليها زكاة؟ لا، أن النبي جعل الزكاة في السائمة. صحة حديث ستعود الخلافة من ريف دمشق لا أعلم له سندا. أم المجاهد علانا منك.
حكم زيارة النساء القبور تقدم الكلام عليه في صدر هذا الدرس. زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأنه يريد الزواج من امرأة ثانية. حرين مع بعض لكن الصلح خير، الصلح خير. ماذا أفعل إذا وقع مني المصحف؟ خذه. هل سيقع للرسول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمد 100 مرة تغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ يصح. هل يجوز زواج من رجل لا أحبه؟ لماذا تتزوجيه؟ مجبرة؟ لا يجوز الإجبار على الزواج. النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. ما معنى السائمة؟ السائمة التي ترعى بلا كلفة، بلا يعني شراء علف لها، يعني الغنم السائمة التي ترعى في الجبال دون أن يشتري لها الرجل، دون أن يشتري لها صاحبها علفا. حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك نصف صلاتي، ثلث صلاة، ربع صلاتي كلها. حديث ضعيف في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. أركب القطار للعمل يوميا قبل الفجر بربع ساعة، والذي بعده بأربع ساعات، ماذا أفعل؟ أركب القطار قبل الفجر وصلي في القطار. هل يجوز تمني الموت إن أحس الإنسان بالشقاء والحرمان ممن يحب؟ أنت التي كنت تريدين أن تقابلي من تحبيه، يعني يصل الأمر إلى أن تقدمي هذا على حب الله وحب رسوله وتتمني الموت. وإذا قابلك ربك وسألك لما تمنيت الموت، ماذا بما ستجيبين؟ أختي اجعلي حب الله ورسوله أعظم عندك من كل حب. الدنيا تنتهي وتزول، وأنصحك بالمبادرة بالزواج إن تقدم لك الأكفاء، ولا تعلقي نفسك بأوهام، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أنا معلم، يقوله السائل صالح حسني، وأحيانا يؤذن للصلاة أثناء الدرس فأصلي ببعض الطلاب. هل هذا خطأ؟ علما بأني أشعر أن البعض يتشجع ويصلي معنا. أنصحك لوجه الله، إذا أذن المؤذن تترك الدرس وتذهب للصلاة وتعلم الطلبة هذا. فنحن ابتلينا بمدرسين يحبون الدنيا حبا جما، ولا يبالون العصر أذن، المغرب أذن، المهم يأخذ فلوس من الطلاب من أجل يعني يستمر في الدروس ولا يبالي بالصلاة. وكم رأينا من أمثالهم من صرف الفلوس على السرطانات، وصرف الفلوس على أولاد هم أهل عقوق والعياذ بالله. امتثل أمر الله وأجب داعي الله، حي على الصلاة، يترك الدرس، هيا يا ابناء المنادي ينادي للصلاة، حي على الصلاة. هل التطليقة الثالثة لو في غضب الزوج تحسب تطليقة أم لا؟ ثالثة ثانية إن كان غضبان غضبا لم يخرجه عن عقله، الطلاق واقع. إذا أفقده الغضب التحكم في نفسه، أفقده الغضب التحكم في نفسه، فالطلاق ليس بواقع. مزايا للعطور، يقول في قرض من بنك ناصر للمتزوجين حديثا 10,000 جنيه تسدد 10,000 لكنك مصاريف إدارية، هل ينصون على أنها مصاريف إدارية يا مزايا؟ إذا نصوا على أنها رسوم إدارية، إذا نصوا على أنها رسوم إدارية، الأمر فيه فسحة بعض الشيء. يقول أنا أريد زوجة منتقبة وتقدمت لبنت ملتزمة ولكن ليست منتقبة، هل اشترط عليها النقاب؟ اشترط عليها النقاب. صحة حديث ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، هل يجوز؟ جلسة في إيجار قديم، هل يجوز أن أجلس فيه؟ صاحب البيت لم يخرجني منه ولا طلب مني ذلك،
خلاص انت جلسة ما طلب منك ولا اخرجك، خلاص جلسة ما اثمتي. لا، اما توريثه لا يرديه الى صاحبه، اسلم لدينك، لا تتحملي اسمه وانت في قبرك. اصبحنا على فطرة الاسلام ثابت، رضيت بالله ربا قابل للتحسين في هذا الصدد، والله أعلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، فقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله، وفي حفظ لله ما دمتم تبلغون رسالات الله. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فبلغوا رسالة الله يحفظكم الله، وحافظوا على إخوتكم الإيمانية ولا تقطعوها، وكذلك احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، واحذروا كذلك على أنفسكم من الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من فئات الضلال. ختاما أشكر الله، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.